فنجان وبنرحب بمعالي الوزير محافظ شمال سيناء سيادة اللواء سيد حرقول ويشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية وجوده، ولكن هذا في إطار التنسيق المستمر مع معالي الوزير المحافظ للضمان والتأكد من وجود كافة السلع الأساسية اللازمة لأهلنا في شمال سيناء وسط ما يحدث، وتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة والشرطة لما تقوم به من تطهير بقعة عزيزة علينا. لا يمت لا للإنسانية ولا للدين ولا لأي قيم أخلاقية بصلة، وبالتالي أعتقد ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة في هذه أقل ما يوصف بها حرب إرجاع بقعة عزيزة من أرضنا العزيزة إلينا وإنهاء مثل هذه الأحداث التي كانت تؤرقنا جميعا، فتحية لهم جميعا وتمنياتنا لهم بالتوفيق، وأقل ما يمكن أن نفعله أن نتأكد باستمرار من وجود كافة الإمدادات وكافة السلع وكافة الخدمات لأهلنا في شمال سيناء حتى نستطيع أن نحقق الأهداف الاستراتيجية لسيناء 2018، وأعتقد أنه في القريب العاجل سيتم ما نصبه إليه جميعا، ونحن الآن قاعدين ونتمتع بالسلام ونتمتع بكل فإن شاء الله كل أنواع الحياة، فإن شاء الله سيكون ذلك في كل ربوع مصر ومن أولها شمال سيناء. نائب رئيس قسم الأخبار في جلالة اليوم السابع. أنا عارف سيادة الوزير ساعد ما فوضى حكيمته للغاية هو أي موجود كبير جدا في خطة التوسع في المنافذ السلعية لتوفير منتجات المواطنين. كنت عايز أعرف برضو شمال سيناء من الخطة دي ذات على المنافذ سواء جمعيتي أو مجمعات استهلاكية وتطويرية. هو في الحقيقة يعني مع الوزير ساعدنا يمكن إحساس أمني كمان ان احنا دايما كمحافظه حدوديه، واعتقد ان ده برضو متواجد في باقي المحافظات، اكيد دي توجيهات معالي الوزير، ان احنا دايما يبقى عندنا حاجه اسمها احتياطات استراتيجيه. احتياطات تقضين شهر واثنين وثلاثه. يعني عشان انا بس اسف ان زي ما قلت مش عايز اخش في تفاصيل، لان التفاصيل ممكن تخدم العناصر الارهابيه، ولكن ده كان فكر وفكر صاير ان احنا كمحافظات حدوديه في ذلك ممكن يبقى في كوارث، يبقى في حاجات طبيعيه خارج قدرات البشر، فبالتالي فكر ان يبقى في احتياطات استراتيجيه ده موجود، والحمد لله واحنا فعلا ماشيين بتلك التوجيهات كمديريه التموين، والمحافظه يعني متابع هذا الكلام تماما. في نفس الوقت احنا سواء المنافذ اللي هي كانت موجوده سواء الشركه السيارة ومعالي الوزير وقت الناحية حتى ان هم البدالين او اللي هم بتوع التأمين اساسا في القرى يخليهم فعلا يبقى هذا المشروع يتحول من البدال الى مشروع نهائي. استاذ حضرتك برضو هناك خطه كان مع معالي الوزير المحافظ لعمل منطقتين وشفتيتين واحده في العريش، وتم معالي الوزير المحافظ تخطيط الارض في الجمعيه حيث نتناول في ندوه اليوم موضوعا يهمنا في مصر اهتماما خاصا كما يهم مختلف الدول في منطقه شرق البحر المتوسط في ظهور المباراه الاخيره التي حدثت نتيجه على ارض شمال سيناء،
زملائنا في وزاره التموين هناك فيقوموا بكافه المجهودات. وحضراتكم يمكن عارفين ان اذا كان الاحتياطيات الاستراتيجيه اللي عندنا بنتكلم عليها من 3 لـ4 أشهر فمن باب اولى ان تكون كذلك واكثر من ذلك على ارضنا في سيناء. اشكركم باهتمامكم وهو واضح. كنا عندنا مؤتمر قبل كده ما كانش فيه عشر حضراتكم بس بنشكركم جدا جدا. وفعلا التلفزيونات والاذاعه والتلفزيون وسيله واحد الوسائل الهامه حتى يشعر كل مواطن في مصر ماذا يحدث وما تقدمه الحكومه والدوله لكافه المواطنين في كل مواطن في جمهوريه مصر العربيه.